العروض والإعلانات التجارية على حسابك متجر جوجل. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل العروض والترويج على حسابك الخاص متجر جوجل. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على الصورة المصغرة في الأعلى، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الإعدادات هنا، ثم بعدها سوف نأتي إلى الإعدادات العامة نضغط عليها، نأتي إلى الإشعارات نقوم بالضغط عليها، ثم بعد ذلك نأتي إلى هنا إلى العروض والإعلانات الترويجية نقوم بالضغط على الخانة البيضاء هنا، ثم بعدها سوف يتم تفعيل هذه الخانة كما ترون أصبحت باللون الأخضر، يعني تم تفعيلها. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.